السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة مع عادل بومرداسي. اليوم سوف أريكم طريقة الإمضاء باحترافية، فهناك الكثير لا يحسن الإمضاء، وأيضا الإمضاء يجب أن يكون أحسن باللغة الفرنسية ويكون الحرف الأول ماجيسكول. سوف أريكم الطريقة الأولى، مثلا نأخذ لقب واسم سعد حسن. مثال فقط، كما تلاحظون الآن وضعت الأس ماجيسكول، وقمت بوضع حسن اسمه الأش، يعني يجب أن تبتكروا شيء خصوصي لكم، يعني وأن تجربوا عدة مرات حتى تصبحون تكررونه يعني بدون خطأ. هكذا نأخذ مثال ثاني، سعيدي عمر. مثال الآن كما تلاحظون سعيدي وضعت اس كبيرة ماجيسكول، وعمر وضعت أيضا الأو ماجيسكول، وقمت بإدخال الأو في الاس. يعني عليكم أن تخصصوا إمضاء خصوصي لكم وتجربون عدة مرات. مثلا أنا كما تعرفون بأن لقبي هو بومرداسي عادل، مثلا أنا إمضائي بهذه الطريقة، وضعت البي وأضع هذه النجمة، بي هو بومرداسي، وأضع عادل بهذه الطريقة. أيضا سأريكم طريقة أخرى، أيضا مثلا تواتي. تواتي سالم، آسف. كما تلاحظون إذا كررتها يعني كما قلت لكم وأعيدها وأكرر، عليكم أن تجربوا عدة طرق، تجرب وتجرب وتجرب حتى تتحصل على إمضائك الخاص بك أنت. أيضا مثلا إذا كنتم لم تريدوا أسماء أيضا تستطيعون أن تجربون، يعني مثلا هكذا، مثلا اسم فقط وليد، ثم تضعون إشارة هكذا مثلا. أيضا لونيس عمار، مثلا تضعون الآل وثم تضعون هنا الاسم،
كما تلاحظون هكذا. يعني أنتم من تبتكرون إمضاءكم، يعني ولما تتحصلون على الإمضاء الخاص بكم مثلا هذا أو مثل هذا أو يعني الذين تحصلوا، يعني يعج عليكم أن تكرروه عدة مرات إلى 100 مرة 200 مرة حتى يصبح يتحسن الإمضاء أكثر ويبقى في الذهن، أيضا يبقى في الذهن وتصبح يعني تقوم بإمضاء بطريقتك الخاصة والاحترافية أيضا في نفس الوقت. أرجو أن أكون أن تكونوا استفدتم معي، وأطلب منكم المشاركة على القناة بوضع لايكات واشتراك، ودعمكم يهمني أيضا. شكرا لكم وبارك الله فيكم.